في تونس مع ضحايا طبعا الزلازل هناك في اليابان، ضحايا الزلازل في اليابان. خطأ الآن وركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة لصالح شيكابالا، محمود عبد الرازق شيكابالا. والغزال الأسمراني مع الفريق التونسي الآخر أليكسيس، لاعب اللي بقول لحضراتكم عليه من وجهة نظري لما تيجي تقيمه كلاعب تكتيكي ممتاز، إنما شوف حضراتكم ملاحظين حاجة غريبة، أول ما شيكابالا يمسك الكرة تلاقي أربعة يحطوه كده في مربع في أرجاء الثلث الأخير من ملعب فريق نادي الإفريقي. يلا شيكابالا إن شاء الله التعديل يجي للزمالك دلوقتي. شيكابالا تسديدة أبطالك جه دلوقتي، مش ممكن حبيب قلبي، لا 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 لا، هو فاكره، عارفه 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 ابن النوبة، عارفه صاحب الطلة والهلة، عارفه محمود عبد الرازق شيكابالا. يا ولد يا ولد يا ولد، في تونس في الهيولو هو عالمي، نو كومنت. بص شوف النجم المصري، يا سلام عليك يا شيكابالا، عملها في وادي دجله وعملها في كل انديه مصر في الدوري المصري، وها هو الان يغرد بالقدم اليسرى الذهبيه هنا في استاد رادس، لا صوت يعلو عن قدم الغزال الاسمراني شيكابالا. اتفرج وشوف، اتفرج وشوف على شيكابالا، يا ولد يا ولد لعيب، عشان كده ابو علي خده، عشان كده ابو علي ضمه، عشان كده ابو علي احتضنه، عشان كده شيكابالا يضع الزمالك في معادله مع الافريقي، وتبتدي مباراه الحريه من اول السطر، الزمالك في شمال احداث الملعب والافريقي في يمينه.